الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة حرص على تهنئة اللاعبين بالأمس عقب الفوز بالعشرة على حساب كايزر تشيفز، وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني والأداء الرجولي للاعبين والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرا إلى أن فوز الأهلي بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي والعشرة في تاريخ الأهلي مسؤولية كبيرة على اللعيبة وبيدفعهم لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة. كابتن محمود الخطيب أكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الكثير من الإنجازات بالشكل الذي يتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي. كمان بيتسو موسيماني في عنوان مهم جدا قال: وعدت وأوفيت. بيتسو موسيماني أعرب عن سعادته بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ووجه التهنئة لجميع أفراد منظومة العمل في النادي الأهلي، بداية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز المعاون ولاعبي الفريق. قدامنا هو على الصورة خلاص خروج البعثة واللاعبين من مطار القاهرة الدولي بعد انهاء كافة إجراءات الوصول. قدامنا حسين الشحات، علي معلول، مصطفى شوبير، كنا طبعا منذ لحظات شفنا كمان وليد سليمان وهو خارج من صالة الوصول، محمد مجدي قفشة، محمود وحيد. أبطال إفريقيا يفرحوا ويكونوا مبسوطين بالإنجاز ده، إنجاز مهم جدا، إنجاز طيب جدا. قفشة طبعا معاه جايزة مان أوف ذا ماتش، جايزة رجل المباراة، وبإذن الله قريب جدا في نهاية الموسم إن شاء الله يكون كمان معاه جايزة إن شاء الله أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا. بالمناسبة كمان قفشة هو أفضل لاعب في مباراة نهائي الموسم الماضي أمام الزمالك، لأن بالتأكيد الهدف في الضربة القاضية أو القاضية ممكن في الدقائق الأخيرة كانت مهمة جدا. قفشة من اللعيبة زي ما قلت لكم في بداية التغطية الخاصة في ظرف سنتين قدر يعمل أرقام وإنجازات كان من الصعوبة على لعيبة كثيرة جدا قعدت حوالي 6 سنين و7 سنين بتحاول تفوز بدوري أبطال إفريقيا وتقود الفريق للفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكن كان في صعوبة. وهي القصة هنا يا جماعة مش قصة إمكانيات وبطولات وأرقام، هي مسألة نيات. أنت نيتك صافية وبتشتغل بما يرضي الله وحابب المكان اللي أنت فيه، ربنا هيديك على قد نيتك. قفشة بالمناسبة قال كده، يعني قفشة لما قال في نهائي العام الماضي، افتكروا يا جماعة جيل أبو تريكة ومتعب ووائل جمعة وبركات راجع من تاني. امبارح مع زميلنا كريم أحمد وهو بيشرح التصريح ده، هو ما كانش بيقول إن هو يقصد كده إن هم هيعدي الجيل ده، هو ما بيقولش كده، هو بيقول إن الإنجازات اللي اتحققت في الجيل ده والأهلي افتقدها خلال السنوات الأخيرة، إحنا إن شاء الله قادرين نرجع لكم نفس الصورة الحلوة والبطولات الجميلة اللي كانت بتحقق في عهد الجيل المميز اللي عمل بطولات مميزة في السنوات السابقة. فقفشة زي ما قلت لكم لعيب كان في إنبي، راح بيراميدز، واجه صعوبات كبيرة جدا، حارب على طموحه انه يكون في الاهلي، حارب على انه يحقق طموحه مع النادي الاهلي ويفوز بدوري ابطال افريقيا. وعشان هو لعيب عنده امكانيات وعنده طموح باختياره للمكان اللي يليق بطموحه، قدر يفوز بدوري ابطال افريقيا السنة اللي فاتت والسنة دي. والسنة اللي فاتت ما كانش قفشة من اللعيبة اللي شاركت لا ده مساهم بنسبة كبيرة جدا في المباراة النهائية، لدرجة حتى أن الكل قال رغم أن هدف أبو تريكة في الصفاقسي عام 2006 وأهداف مميزة في فترات سابقة وهدف متعب في سيو سبور عام 2014، لكن يبقى هدف محمد مجدي قفشة من الأهداف اللي هتظل في الذاكرة وفي التاريخ. هي التفاصيل بقى الصغيرة في فكرة أنك تفوز باتنين دوري أبطال إفريقيا، أنك تفوز بهدف القاضية ممكن على الزمالك في الموسم الماضي، هي التفاصيل دي هي اللي بتدي بقى تاريخ واسم وبطولات للاعب هو كان طموحه انه يلعب مع النادي الاهلي، انه اختار المكان الصح والتوقيت الصح، وربنا كافئه على اختياره وتوقيته، لان كانت نيته وقتها انه عايز ينجح وعايز يعمل اسم وعايز يعمل تاريخ، وعشان يعمل الاسم والمكانه والتاريخ اختار المكان الصح، وعشان اختار المكان الصح ربنا كافئه بالبطولات وبالانجازات وبحب الجمهور وبحب الناس قبل اي شيء. الكوره بتدينا دروس، الكرة بتدينا دروس.